سدده الله ووفقه، بدأ شرع الشيخ في الصلاة يصلي بالناس القارئ المعروف، ثم صلى بهم صلاة التراويح والمرأة في صفوف النساء، ثم صلى بهم الوتر ورفع يديه إلى السماء يدعو الله يناجي الله يطلب من الله جل وعلا، أثر وتأثر وبكى وأبكى الناس، والناس ودموع رمضان من حول الناس ومن حول هذه المرأة، الناس يبكون يتضرعون يخشعون. فجأة سقطت هذه المرأة على الأرض وهي رافع يديها إلى الله تؤمن على دعاء الإمام. انتهى الشيخ من الدعاء، سجد ثم رفع ثم سجد ثم التحيات ثم سلم. اجتمع النساء على هذه المرأة في مصلى النساء، قلبوها ذات اليمين ذات الشمال، وإذا بروحها قد فاضت إلى الله. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم